أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج شباب الخير. حلقتنا اليوم من قرية كفر الديك في محافظة سلفيت. نبلش برنامجنا كالعادة اليوم نركز لأنه في قرار طلع عنا الصبح إنه العمال معظم العمال اليهود عندهم تسكير فراح روحوا اليوم. بدنا نشدد على الحاجز الموجود لنتبع العمال المحجورين حاليا. بدنا الفرقة اللي بتتبع العمال المحجورين ظلها تلف عنا في البلد عشان تشوفهم ملتزمين في الحجر المنزلي اللي إلهم، لأنه هذه وقاية لإلهم ولقريبهم قبل ما تبكي لنا. اليوم عندنا لجنة بسمة خير اللي بتلم الطرود لتكمل اللي هي تسجيل الأسماء المستحقة لهاي الطرود، جهز الطرود عشان نحاول نوزعها اليوم. كلجان إسناد هنا بنسند قوى الأمن الفلسطيني خصوصا قوى الشرطة في متابعة دخول وخروج العمال تحديدا. بنقوم بالتأكد من توفر غرف حجز وطبي للعمال قبل دخولهم للقرية. بنقوم بفلترتهم هنا على الحاجز وإيصالهم إلى غرف الحجز المنزلي، بمعنى أنه بنمنع دخول العمال بشكل عشوائي. كل العمال بيصطفوا هنا، بندخلهم عامل لنتأكد من أنه وصلوا لغرف الحجر المنزلي المخصصة لهم في بيوتهم. كمان بنراقب حركة السير، أنه بنمنع دخول وخروج أي مركبة لا تحمل أي تصريح ولغير الحالات المصرح لها بخروجها. معكم السيارات اللي بتدخل وعكامة السيارات اللي بتدخل؟ تصريح الحركة معك؟ تصريح الحركة معك. إجراءات دخول خروج. تصريح وهوية. في صعوبات في الرحب الجيني؟ في صعوبات في الرحب الجيني؟ لا. يعطيك العافية. بس القفازات مهمة عشان بتسوق وتتحرك وبتنكل أغراض وكذا. ضروري. يعطيك العافية. سلامات. يسلم. أطلقنا بسمة خير بالتنسيق مع الكل في اللجان المشتركة، تختص في جمع المساعدات العينية والمادية من أجل تقديمها لمستحقيها، من أجل تقديمها لأهلنا الأكثر عوزا الأكثر احتياجا في ظل هذه الظروف العصيبة التي تمر علينا بهذا الفيروس اللعين كورونا الذي هو جائحة تجتاح العالم. الشباب شوي شوي، طبعا كل طرد عارفين شو المطلوب، بدنا نحط جوا الطرد طبعا زيت حمص فول لحمة سكر ملح وشعرية ومعكرونة، حسب ما هو مطلوب منا ان شاء الله. الله يعطيهم العافية الشباب، طبعا هذا واجبنا يا اخوان، واجبنا اتجاه اخوتنا وأهالينا في هذه البلدة. طرود الحمد لله جيدة، وخلال اليوم إن شاء الله راح يوصلنا كمان كمية طرود، وخلال يوم يعني اليوم أو بكرة إن شاء الله راح نوزع طرود على الأسر الأكثر احتياجا، على الأسر الأكثر احتياجا والأكثر عدد، يعني في عندك أسر عددهم كبير شوي، فإن شاء الله قدر الإمكان بهمة الشباب بهمة أهل الخير، وكل الشكر طبعا كل الشكر لأهلنا وأهل الخير اللي في هذه البلد وفي محافظة سلفيت اللي قدموا الخير وما زالوا يقدموا، وإحنا مستمرين في هاي الحملة، حملة بسمة خير إن شاء الله مستمرة حتى إنه تنتهي هاي الفترة العصيبة إن شاء الله. أي رسالة بتجينا مباشرة بترد عليها فورا، الأدمين اثنين عندي بيردوا على الرسائل وبتم استجابتها، بتم دراسة الاحتياج وبتم دراسة الحالة ومن ثم بتم صرف الطرد، يعني حسب ما أفراد الأسرة حسب احتياجهم. بيجينا رسائل من بعض الأسر بدهم حليب للأطفال، حليب هذولا إن شاء الله كله ان شاء الله رب العالمين. اليوم خلينا نقدر ان شاء الله
ان شاء الله. وهي الحمد لله بسمه خير مستمره، ناس مستجيبه. كفر الديك تعتز بمبادرة شباب هالمتطوعين اللي بتدل على تربيتهم الصالحة وتحملهم للمسؤولية تجاه أهل قريتهم. روح التطوع يعني موجودة عند الفلسطيني بالفطرة، وهذا لمسناه خلال الفترة الأخيرة، إنه يعني حتى كبار سن بتصلوا علينا بدهم يتطوعوا، نساء كبيرات السن بتصلوا في الأحياء بدهم يتطوعوا. يعني روح التطوع موجودة في الفلسطيني، وروح التضامن الاجتماعي موجودة في الفلسطيني بالفطرة موجودة. ناس ملتزمة وعندها روح التطوع، وكثير بصنا اتصالات وبصنا انه بدهم يتطوعوا في هاي اللجان. احنا طبعا هنا لجان تطوعية، مجموعات شبابية تطوعنا وبنساعد قوى الامن ولجنة الطوارئ في البلدية في متابعة اعمال التنظيم، عمليات دخول العمال ومداخل القرية. بدنا نعقم البيت لانه اخونا هنا روح من الداخل. الحمد لله احنا ماخذين كل اجراءات السلامه، هو محجور في غرفته والشباب بيشرفوا عليه وعلى انه هو محجور وهو ملتزم، لكن من ضمن اجراءات السلامه احنا بدنا نعمل على تعقيم بيته داخل داير مقدور البيت، الباب الدار المدخل تفضل اشرح. طبعا شباب زي ما انتم شايفين هذا اجراءات السلامه اللي احنا بنقوم فيها في لجنه الطوارئ كفر الديك. المنبثق عنها لجنة بتخص اخوتنا العمال العائدين من المستوطنات ومن الداخل. اللجنة بتعمل على استلام اخوتنا العمال على المحاسيم ونقاط التفتيش، ومن ثم بتم التنسيق مع الاهالي بتجهيز غرفة خاصة فيهم. الاهل متعاونين، الناس متعاونة، اخوتنا العمال كمان متعاونين، هم بيتصلوا علينا. شباب اخونا حسين هو مسؤول عن لجنة اللجنة الخاصة في اخوتنا العمال العائدين من الداخل ومن المستوطنات، بيستلموهم بيعطوهم ارشادات السلامة، بيعتموهم بيعطوهم كل ما بيلزم لهم. يعني احنا في عندنا كشف في عدد البيوت المحجورة، بنخلي التعقيم يكون عند هذه البيوت بشكل دقيق بشكل اساسي، بدل شفتات الحراسي، نركز على المناطق الطرق الزراعية اللي بحاول العمال. احنا بلد يعني قريب من المستوطنات، ومعظم نقاط التنزيل العمال بتكون على ارائيل او على المستعمرات الموجودة عندنا هون، فبدنا نركز على العمال حتى اللي من خارج البلد الموجودين ما يفوتوا عن طريق البلد او يتهربوا على بلادهم عن طريق البلد الموجود عندنا. تعاملنا مع العمال بده يكون راقي، يعني نستقبل العامل، نوجهه، نحكي له مش العامل عندنا مش متهم، عامل عنا عامل رايح على رزقته جاي، احنا بدنا نوجهه نحكي معاه انه لمصلحته لمصلحة ولادته بنستقبله بطريقة محترمة كالعادة. يعني سيارة معقمة تعقيم لإلهم لأغراضهم كاملة، سيارة خاصة هاي بتستقبله على الحاجز وبتوديه على غرفته، بتتواصلوا مع أهله طبعا، جهزوا له الغرفة، جهزوا له كل إشي، منشفته، سلة النفايات اللي إله، أغراضه كاملة بتكون موجودة على أساس ما يختلط مع أهله، وبس يكون الوضع جاهز منك للعامل هذا مباشرة على غرفته، منتبع أوامر الحجر اللي إله مع الطب الوقائي، منعطي الطب الوقائي أرقامه، منعطي رقم هويته على أساس يظلوا متبعين معه. روح التطوع موجودة في هذه البلد من سنوات، وما شاء الله وعمالها بتتطور وبتزيد. يعني الشباب يعني بدي احكي لك خلال تلفون كل شباب بلدنا بتلاقيهم ديالة، يعني بس تحكي لهم في عمل خير ما شاء الله بتلاقي الكل موجود. يعني اول ما بلش الانتشار فيروس كورونا، الله يبعد الشر عنا وعن شعبنا الفلسطيني، شباب الخير شباب التطوع ما شاء الله في بلدة كفر الديك كلهم كانوا ايد واحدة، كانوا متكاتفين مع بعض، عقموا كفر الديك قاطبة من شرقها لغربها من شمالها لجنوبها، عقموها بيت بيت شارع شارع، والحمد لله يعني روح التطوع موجودة وما زالت. التطوع في شباب كفر الديك بالإضافة لكل شباب فلسطين هي روح عالية جدا. احنا للأمانة نحرج من الشباب، تعرف احنا عندنا اجراءات سلامه ووقايه، التزام البيوت، التزم بيتك انت في امان، وك
كثرة المتطوعين لو بدنا ننزلهم على الشارع كأنه فيش حدا للتجول أو كأنه فيش من فيش يلزم بيتك. فنحن نحرج من الشباب المشكورين جدا يعني، وبهذه الفرصة أنا بستغل أن أقدم لهم اعتذار على أنه مش قادر أستوعب عدد المتطوعين سواء في التنظيم أو في شباب البلد الجمعية أو شباب البلدية. شباب البلد عنده روح التطوع، عنده روح الانتماء، عنده روح المسؤولية العالية، مبادر. بدون قبل ما نتخذ إجراءات إدارية سليمة ومتبعة ضمن الإجراءات اللي هي لجان الطوارئ، كانوا الشباب يبادروا، يروح يجيب مطرته ويروح يجيب له شوية معقمات ويبلش يرش في الشوارع. اليوم شباب راح يكون على عاتقنا مسؤولية أكبر، بتعرفوا الساعة 12 راح يكون يعني اليوم عودة جميع العمال من الداخل، لأنه الإسرائيليين أغلقوا الداخل والتحرك في الداخل. عندنا الخط الالتفافي، راح نوزع نقاط التفتيش ونقاط المراقبة على أن يكون كل الخط اللي بيننا وبين بلقين والخط الالتفافي تحت السيطرة إن شاء الله. إن شاء الله رب العالمين. يعطيكم العافية. يعطيكم العافية شباب. كثير ناس يعني بادرت، شباب بادروا في انه احنا في عنا ازمه لازم يكون لنا دور على صعيد مجتمعي ونتدخل في هذا الموضوع. تبلورت الفكره عن طريق البلديه، تم يعني حصر، كان في اعداد كبيره للمتطوعين، تم حصر الاعداد. وطبعا في شباب بتشتغل بالنظام المناوب، يعني اللي بيشتغل بالنهار، في كمان شباب بتشتغل بالليل، يعني ماخذين اكبر عدد ممكن من المتطوعين. وفي مداخل ثانيه بيعمل عليها شباب، وفي مهمات ثانيه داخل القريه، مراقبة المحجورين، كمان في متطوعين بيقوموا في هذا العمل. الحمد لله رب العالمين، في استجابة عالية من الأهالي، من المقتدرين، من أصحاب السوبر ماركتات، أصحاب الشركات، في استجابة. كله بيتصل، عندي طرد، عندي خمسة، عندي ستة، عندي عشرة، نتوجه بناخذ الطرود زي ما انتم شفتوا، بنيجي هون على المركز بنفرزها، كل طرد فيه عدد من الاصناف والاصناف مبين لنا. تابعونا لنتعرف سوا على مبادرة اخرى في حلقة جديدة من برنامج شباب الخير.